انتوا مين؟ ايه اللي جايبكم هنا دلوقتي؟ انتوا مين؟ في مصيبه يا سعاده البال. مصيبه؟ مصيبتي ايه؟ طيب المحروس ابنكم حط دماغنا في الطين وداس عليها برجلين اتنين. عماد ابنها؟ ايوه عماد. انا مش فاهمه حاجه ابدا. دلوقتي تفهمي كل حاجه يا ست هاني، بس مش معقول نتكلم في موضوع زي ده واحنا واقفين على الباب كده. ده ربنا امر بالستر. عماد، عماد اصحى يا زفت، اصحى يا زفت، اسكتي خالص، اصحى. ما انت شايفه ريحه البلا لازقه طالعه من بقه؟ اصحى اصحى فوق فوق. يا نهار مش فايت، فين الميه؟ اصحى فوق. على مهلك فوق. على مهلك فوق. بس اسكتي خالص. فوق. هو في ايه يا بابا؟ وانا فين بالظبط؟ في ايه؟ ما انتش عارف انت عملت ايه؟ واضح اللي بيقولوه صحيح. يا نهار مش فايت. يا مصيبتي. هنات ما فوق ايه بأي طريقة؟ وهاتيه تحت عشان نشوف الحكاية ايه. حسرة عليكي يا بنتي وعلى اللي جرالك. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا معرفش، أنا مش فاكر حاجة أبدا. مش فاكر. مش فاكر؟ مش فاكر لما قطعت لي البلوزة وإحنا في العربية لما اتهجمت عليا وقلت لي أنا بحبك وهتجوزك؟ صدقوني مش فاكر. مش فاكر طبعا. مش فاكر. ما أنت عملت عبليتك الصادة ونسيت يا ابن الأكابر. ما هو كان سكران. لما خدت المنديل بتاعي وحطيته على بقي عشان ما صرخش. انا ايوه، حتى المنديل وقع في العربيه. يا عبدو، عبدو تعال هنا، انزل على عربيه عماد، فتش في كل حته، دور لي على منديل فيها. اجري. انا ما صدقش ان عماد يعمل حاجه زي دي. ده اجمل بنات مصر بيجروا وراه، يبقى هيبص لواحده زي دي؟ لا لا يا حبيبتي، لا لا يا اختي، يمكن حب يرمرم. حسبي الله ونعم الوكيل. هي بنت هتتبلى عليك يا مفتري. في ناس شافونا كمان، الجرسون بتاع الكافيتيريا. ايوه انا فاكر ان احنا اتقابلنا، بس صدقوني انا كنت شارب وما كنتش في وعي. سامعين؟ سامع يا سعاده البيه؟ سامع يا استهانم؟ اهو قالها بعظمه لسانه. طبعا يا اخويا، ما انت ما كنتش في وعيك يا ننوس عين امك. عيب يا ست، كفايه كده. عيب؟ واللي عمله ابنك ده مش عيب؟ ولا دي حاجه واخدين عليها؟ لقيت المنديل ده في الدواسة بتاع العربية. منديلي؟ صدقتم يا ناس؟ حسبي الله ونعم الوكيل. روح انت. الحقيقة مش عارف اقول لكم يا جماعة، انا اسف جدا. اسف جدا؟ واسف دي هتعمل بيها ايه البنت الغلبانة دي يا بيه؟ انا تحت امركم، انا مستعد اعوضكم عن الغلطة اللي عملها الولد ده. لا مفيش تعويض، الغلطة دي لازم تتصلح دلوقتي حالا، وإلا هاخد بنتي وعن النيابة على طول، وفضيحة بفضيحة قدامي يا بنت. يا ست هانم أرجوك استني، نتفاهم يا جماعة. نتفاهم على إيه يا سعادة البيه؟ يا إما تصلحوا غلطتكم وابنكم يكتب على بنتي، يا إما بيننا وبينك الحكومة. أنا تحت أمركم، ما دام غلط يبقى يتحمل نتيجة غلطته. يعني إيه؟ قصدك يتجوزها؟ ورجله فوق رقبته. إلهي يستر عرضك يا بيه. أهلا أهلا يا حازم بيه. أهلا. صباح الخير. من أكل بيه؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اتفضل. الظاهر اني جيت في وقت مش مناسب. لا ابدا. اتفضل اتفضل. صباح الخير. صباح النور. عناد وصلي حازم بيه اوضه المكتب. انا جاي ولا حضرتك على طول. حاضر. على اذنكم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا حازم؟ الحمد لله. طب يا جماعه ممكن تقولي بعد ساعه ولا اتنين لو سمحتوا؟ لا دلوقتي حالا، لازم ننهي الموضوع ده دلوقتي حالا في خير وسلام، والا هصوت والم الناس واخلي اللي ما يشتري يتفرج. حرام عليك. عيب عيب. وطي صوتك، ما يصحش كده. شوف يا سعاده البيه، انا هروح اجيب المأذون يكتب عليهم وان شاء الله يطلقها بعد كده، مش مهم، المهم ان انا اتستر على بنتي. ايوه يا جماعه بس ادونا. روح يا عبد السميع هات المأذون، انا والبنت قاعدين هنا مش منقولين. بالاذن يا سعاده البيه.
عجبك اللي انت عملته ده؟ عجبك؟ طيب ممكن من فضلك بس تفضلوا جوه عشان بس عندي ضيوف. لا يا سعادة البيه، اتفضل انت عند ضيفك، لكن انا وبنتي قاعدين مش منقولين. طيب ابعت لكم شاي ولا تحبوا تفطروا؟ لا يا اخويا كتر خيرك، فطرنا فطرنا قهر محشي وشربنا وجع محمر، فضلة خير المحروس ابنك. هو ده الحل الوحيد، ما فيش غيره. اهلا يا حازم بيه. اهلا وسهلا فندم. اهلا وسهلا. خطوة عزيزة. شكرا جدا. تفضل تفضل حضرتك. هي المدام قالت لي كلام غريب قوي، وانا شخصيا شايف ان البوليس لازم يتدخل. المساله مش مساله بوليس اطلاقا يا حازم بيه، بالعكس كل مشكله ليها حل، ما تقلقش. حل ايه يا عبد العظيم؟ جرالك ايه يعني؟ هات موضوع الاحلال والتجديد بتاع المكن، اؤكد لك انه هيتحل، حضرتك ما تقلقش اطلاقا، انا هعرف اتصرف. مكن؟ ايوه. الله، هو مش حضرتك بتتكلم على مكان المصنع اللي متشون ولا ايه؟ انا كنت جاي عشان الموضوع ده، بس لما المدام حكيت لي عن الناس اللي بره وانهم ناس لبط وجايين يرموا بلاويهم، قلت لازم تبلغ البوليس. وانا يبدو ان الموضوع اختلط عليا، انا اسف. خلينا في المهم. خلاص فندم، خلينا في المهم، تحت امرك. اتفضل يا سيد. اتفضل يا ساتر، على بركة الله. اتفضل يا مولانا. يعني انا شايف فرح على حاجه؟ فرح ده ميت بعيد عنك. ايه ميت؟ اسكتي يا جمالات. خلاص اديني ساكته وكتمه. اظن بنتك دي اللي هتجوزها. ايوه يا سيد. انتوا مش عايزين مأذون، انتوا عايزين مقلق. اطمن اطمن يا حازم بيه، اديني اسبوعين بالكتير وانا وعدك ان كل شيء هيكون جاهز. ايه بس زي ما قلت لسعادتك، فلوس تاني انا ما معيش. انا بعت محصول الجنينه على الشجر بتراب الفلوس عشان اسوي حساباتي. لا لا لا، هي اسبوعين بالكتير وانا هكون حليت موضوع المكان، اؤكد لك بشرفي، اوعدك. وانا ضمناه يا حازم بيه. ما ترسونا على حل بقى، المأذون قاعد بره. مأذون؟ الشاي يا فندم زي مظبوط ومعمول على ميه بيضه. هات يا ست هاني. يا ساتر، اتفضل. وبالك عامله تقيل كده ليه يا فندم؟ ده شاي مظبوط عشان الست هانم تهضم الاكله التقيله دي. الحقوني الحقوني. ايه تعمل مالك؟ في ايه؟ الجو فيه يا دودو. وريني كده. دي جبتها منين دي؟ مش الشجره اللي هناك دي؟ ده تلاقيها وقعت من الشجره لما دودت. يعني ايه بقى؟ عايز تقول لي ان الجوافه دي دودت وهي على الشجر؟ لا لا، هي مش من عندنا يا سعاده البيه، اصل شجر الحاج قاسم لسه ما جمعوش وما باعش المحصول يا عيني. ايه في ايه انت كمان مالك؟ في حاجه. مصاريفي بتتقطع. اكيد من الرمرامه اللي انت كلتيها مع الفلاحين. اصلها كان لسه مكمنتني يا بيه. لا ده بجد. طب تعال تعال تعال. الحمد لله على السلامه يا حبيبي. الله يسلمك يا حبيبتي. احضر لك الغدا؟ لا مش دلوقتي. امال فين الولاد؟ راحوا يتفسحوا في الغيطان مع عاطف. المهم قول لي عملت ايه؟ ولا حاجه، المناخلي مورود زي ما توقعت. العدد بتاعه المصنع محتاجين تغيير الاجزاء التالفه اللي فيها، مستنين الخبير الياباني عشان يجي ويقول ايه اللي ممكن وايه اللي مش ممكن. غلطتك انك ما راجعتش العده دي قبل ما تمضي العقد وتصرف على الارض والمباني. فعلا غلطه، وبدفع ثمنها غالي بس ملحوقه، فلوس في ارضي. انا عايز بس اكلم عاطف عشان يشوف لنا صرفه نفسخ بيها العقد مع المناخلي. وانا جاي في الطريق فكرت وقلت ليه ما اعملش المشروع ده لوحدي، لقيتها فكره كويسه. انا ما افهمش في الحاجات دي، لكن كل اللي انصحك بيه انك ما تخطيش اي خطوه
إلا ما تعرف هتحط رجلك فين. مناخلي طلب مني فرصة أسبوعين، بس أنا ما أعتقدش إنه هيقدر يوفي بالوعد. على العموم خليك وراك كذاب لغاية باب الدار، وأديك استنيته كتير، ما فيهاش حاجة لو تستنى كمان شوية. على مالك؟ روح يا عاطف. حاضر، اقعدي هنا. بنتي مالها؟ مال بنتي؟ مالك يا داليا؟ في إيه؟ عندها مغص جامد شوية. ياي مغص؟ مغص من إيه؟ أصلها كان السمك منتن. سمك منتن ياي؟ قصده فسيخ يا ماما، فسيخ. الفسيخ ده كلته إمتى وفين؟ أبداً، وإحنا قاعدين في الجنينة شافت شوية فلاحين بياكلوا فسيخ، قامت قعدت رمرمت معاهم. معقولة يا حازم؟ ده وقته برضه، روح اتصل بدكتور. ما رحتوش الوحدة الصحية ليه؟ ما احنا عدينا عليها بابا واحنا جايين، ما لقيناش فيها دكتور، فبعت بقى لحد يجيب صبري عشان يجي يشوفها. صبري مين؟ ابن عمي قاسم. انا ما امنش لابن عمك ده ابدا. وماله يا بابا، مش ابن عمنا؟ ايوه، بس ابوه نفسه في جورة نار يرمينا فيها. فسيخ يا داليا؟ معقول برضه حد ياكل فسيخ؟ انا هعمل لها كوبايه نعناع. لا نعناع ايه يا ماما، نستنى لما صبري يجي يشوفها. انا هروح بنفسي اجيب دكتور. دكتور ايه يا بابا؟ هو في دكاتره هنا في الكفر؟ بس صبري جه. خليه يجي يا بنتي، خليه. اتفضل. اهلا يا صبري، اتفضل. ازيك يا عاطف؟ ازيك يا صبري، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سلامتك يا نيسه داليا. ايه عندها ايه؟ باين حاله تسمم، اصلها كانت فسيخ مع الفلاحين. فسيخ؟ طيب حصل قيء؟ ايوه حصل مرتين واحنا راجعين من الجنينه. طيب حاسه بوجع؟ حاسه بوجع؟ في حاجه متقطعه مزارين. وريني كده. وريني عينيك كده. هي حالة تسمم فعلا، لكن ما تقلقوش. ثانية واحدة. بلاش دلع بقى، اصلها بتخاف من الحقنه. الحقنه دي مضمونه يا ابني؟ ده ايه يا عمي، هي دي اول مره بعالج فيها حاله تسمم؟ بس انا مش عايز اخد حقنه، الحقن بتوجعني. عشان تحرمي تاكلي فسيخ وتدوبي في قلوب البطيخ. ايه ده، ما انت بتعرف تنكت زينا اهو يا صبري. هو انت لوحدك بس بتعرف تنكت؟ وريني. ما تخافيش، مش هتحسي بحاجة. Trust me. يلا بقى خلص. ما خلاص. خلاص ايه؟ اداكي الحقنة. بجد؟ أنا ما حسيتش بيها خالص. الله، ده انت ايدك خفيفه بقى، ده الواحد يخاف على المحفظه منك. طب روح يا فلاح هات لنا كوبايه ميه. يلا. لا هات هات له عصير. قوي. لا لا مفيش داعي للعصير، انا عايز الميه عشان هديكي شويه اقراص كده، جبتها لك معايا. اديهم احتاجونا برضو. ايوه، خساره فيهم الدكتور صبري يروح لهم. انت بتشرب ايه يا ابني؟ انت بتصب على الاسوس؟ لا يا ماما ولا عيانه ولا حاجه، دي بتتدلع وشايله مناخيرها رايحه جايه في الكف زي الحصان الجاي. مالناش دعوه، احنا نعمل الواجب ونرميه البحر. وبعدين دي حاله تسمم، يعني لو قطه مش هيجي لنا قلب نهملها. وده حاجه، انا كل ما اديلك الشاي الاقيك نايم. اتفضلي يا حاج. امال ليه يابا وصيت صبري يقولوا انه رايح لهم من وراك؟ ايوه يا بدري، عشان مش عايز عمك يفتكرها تمحيكة ولا سبوبة للصلح، عشان بيني وبينه حرب استئناف. قصدك حرب استنزاف يابا؟ استنزاف. تعلميني يا بنت، ولا كمنك يعني بقيت بتقري الجرنان خلاص. ايوه، مع القوالب نامت والانصاص قامت. ايوه خالد، حد كان يصدق في 3-4 اشهر تعرف تقرا الجرنان؟ الدور والباقي على ناس تانية. مال وهدومها؟ ما تعرفش الألف من الكوز الدرة ولا ايه يا حاج؟ متشكرين قوي يا صبر يا ابني. ليه كده يا عم؟ ده انا زي عاطف، والأنسة داليا بنت عمي ومن لحمي ودمي. لا طبعا، بس الشكر برضو واجب. الواجب مالوش شكرانية يا عمي،
وبعدين الحمد لله ان ربنا طمنا على انسه داليا. ان شاء الله هتبقى كويسه، بس هي هتاخد كبسوله كل 6 ساعات لمده 5 ايام وتاكل مسلوق لمده 3 ايام وان شاء الله هتبقى كويسه. يا بحبش انا المسلوق. معلش يا بنت عمي تعالي على نفسك شويه عشان معدتك ترتاح بس. معلش يا ابني اصلها بتتدلع. ما من حقها يا مرت عمي، ما هو الجمال على قد الدلال. الله، ده ايه الشعر ده يا ابو صبري؟ طيب بقى استاذن انا بقى عشان وانا هطمن عليها بكره ان شاء الله. لا 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 استاذن ايه، ما ينفعش، انت لازم تكمل كوبايه العصير بتاعتك ولا عايز اخت تبور ولا ايه؟ وهي الانسه داليا يليق عليها الكلام ده برضو؟ انا هستاذن بقى. طب سلمني على عمي ومرات عمي. ان شاء الله يوصل. مع السلامه يا ابني. يا سلام يا عالم شتان، شتان بين صبري وابو قاسم، فرق السماء من الارض. يا بابا جيلنا غير جيلكم، انتوا بقى بصراحه جيلكم كلمه توديه وكلمه تجيبه. عقلكم بيتحكم في عواطفكم. بس احنا اللي غلطانين، احنا اللي غلطانين عشان سيبنا لكم الحبل على الغارب. امشي انا من هنا، جكنيله في جيلكم المنيل. يلا يلا. لا بجد يا عطف معاك حق، انا برضو كنت مستقله دم اللي اسمه صبري ده، بس بصراحه لقيته طيب وخجول، حتى دمه خفيف. يا عيني يا سلام. بس برضو في عيب لا يمكن هيتصلح. عيب ايه يا حسن؟ ما انت عارفه يا سالي، ابن قاسم. عايزين ايه بقى بالظبط؟ العقد وعملناه والمهر ودفعناه واتفقنا ان الواد يطلقها بعد اسبوع، عايزين ايه تاني؟ واحنا ما عرضناش في الطلاق يا سعاده الباشا. يا سعاده البيه، مش احنا اللي بنتنا تتجوز وتتطلق على طول كده في السر؟ لا احنا لازم نعمل لها فرح. ايه فرح؟ ايوه فرح، ويحضروا كل اهلنا وجيراننا عشان يعرفوا ان البيت اتجوزت على سنه الله ورسوله. فرح يا ست انتي، مش كفاية ان ابن عبد العظيم المناخلي اتجوز بنت زي بنتك؟ مالها البنت دي يا ست هانم؟ حسبي على كلامك يا ست هانم، حرام عليكي، ولا انت عايزة ابنك ياكلها لحم ويرميها عظم؟ جرى ايه؟ جرى ايه يا ناس؟ مستكترين علينا نفرح ببنتنا ونسطرها؟ ده حتى ما يرضيش ربنا. احنا عملنا بقصرنا برضه يا سعادة الباشا وما بلغناش البوليس ولا النيابة. الله 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 الله، الحكاية تهديد ولا ايه؟ واحد اتجوز واحدة وطلقها، البوليس والنيابة مالهم؟ اهي كانت هتبقى فضيحة لينا وليك يا سعادة الباشا، وعلى رأي المثل يا روح ما بعدك روح. ايوه خلاص، اعملوا الفرح اللي انتوا عايزينه، بس حاجة عادية كده يعني، اعزموا قرايبكوا بس وجيرانكوا، لكن بعد اسبوع بالكتير هيطلقها. ماشي يا سعادة البيه. يا سعادة البيه، احنا اللي ما نأمنش على بنتنا تعيش مع ابنك يوم واحد بعد كده، ده يبهدلها ويرميها رمية الكلاب. عيب يا ست هانم اللي بتقوليه ده، ابننا متربي ما يعملش الكلام الفارغ. بنتك يا ست هانم هي اللي جرت وراه لحد ما جابت رجليه. طبعا، ما هي الميه ما تجريش في العالي. خلاص يا جمالات، احنا يوم الخميس ان شاء الله هنعمل قعده على الضيق كده نعزم الاهل والاصحاب فيها، بس فيه رجاء يا سعاده الباشا، ابنك يحضر يوم الخميس واقعد جنبها في الكوشه، ربنا يستر عرضك يا سعاده الباشا، وبعد كده يطلق زي ما هو عاوز. بس على شرط بنتكم تبريه بالحق والمستحق. حاضر يا ست هاني، هو اللي بتموت نعجة بيدور على السلبة. يا سعادة الباشا، ده حضرة السوق البلدياتي من ميتة بسويلم، معقول يعني هحبسه ببيتي؟ ده بيتي هو بيتي يا سعادة الباشا. بالعافية بالعافية يا راجل يا ظالم، تحبسني في الدار 3 ايام قايم نايم ريح الدندي وموقف لي غفر على الباب عشان يحشوني وانا خارج، والدندي خلاص تقول لي كون اقول لك خلاص، ده بقاله 3 ايام الدندي حبط ورحت وبقت ملت الاوضه عفت، تقول لي معلش اتغصب وكون، قال ايه يا سعاده الباشا عشان خاطر اليمين اللي حلفه، يمين ايه اللي حلفته؟ متجوز الملكه بالاسم. يعني منعك من الخروج بالقوه؟ ايوه يا سعاده الباشا منعني بالقوه. والله ما بالقوه يا سعاده الباشا، بالذوق والاحترام. احترام ايه؟ احترام ايه يا مفتري؟ يا راجل حرام عليك، داني بطني مغصت وانتفخت ورحت المشتيش فخدت شربة يا ظالم. ابوس على راسك يا حضرة الصول، اديني راسك ابوسها. احيات راس سعادة الباشا تسامحني.
سعاده الباشا بقى هو صاحب الشق. المحضر اتكتب يا عمده، والمفروض انه يروح النيابه وانت معاه مقبوض عليك، والتهمه خطيره، حبس احد رجال السلطه التنفيذيه حال قيامه بتاديه وظيفته، والتهمه الثانيه ارغامه على تناول طعام فاسد تحت التهديد. يا سنسوخه يا سعاده الباشا، تحت التهديد؟ طبعا، طالما المجني عليه تم ارغامه على تناول الطعام وانت حبسه في بيتك يبقى تحت التهديد. ابوس رجلك يا سعاده الباشا، كفايه اللي اتعمل فيا، بلاش المحضر والنيابه دي. انا مش هبلغ النيابه وبس، ده انا المفروض كمان اخطر الداخليه، وفي الحاله دي احتمال تتشال من العموديه. يا سنسوخه يا اولاد، انا في عرضك يا سعاده الباشا، انا بقالي يومين مرمي في المركز، ده انا اتزليت واتبهدلت. ايه رايك يا حضره السول، نسامحه ولا نمشي في الاجراءات؟ اللي تشوفه سعاده. مش اللي انا اشوفه، انت اللي ممكن تسامحه على اساس انه كان حسن النيه اذا حبيت. خلاص يا سعاده الباشا، خلاص، عشان غلبان عنده عيال، عشان عياله الله يسامحه. الله يكبر خاطرك يا حضره الصول، يا امير يا طيب. وانت يا عمده بطل بقى تحلف بالطلاق على الناس. هو الطلاق ده ايه، بزازه في بقكوا يا راجل؟ عيب، ده انت المفروض تبقى قدوه. خلاص يا سعاده الباشا، حرمت علي الطلاق، ما انا حالف بعد كده بالطلاق. ولا تعزمني على دندي. ولا هعزمك على دندي، ولا هتخط عتب الداري خالص. ايوه هتحضر الفرح، يعني هتحضر الفرح، مش كفايه انهم وافقوا على الطلاق؟ بس لازم تروح تاخد منهم ورقه تمضي عليها مقصوفه الرقبه، تبريك فيها من المؤخر والنفقه، مش جايز تكون حامل وتجرجرك في المحاكم. الكلام ده لازم يحصل قبل ما تقعد على الكوشه، مفهوم؟ بابا انا مش هقعد على الكوشه. يا سلام ليه يا اخويا، خايف تعضك ولا ايه؟ يا بابا ما اقدرش كده، هبقى في نص هدومي. وانت يا اخويا ما كنتش عارف الكلام ده قبل ما تعمل حملتك السوداء؟ صدقني يا بابا انا مش فاكر، ما كنتش في وعي. طيب المهم لازم تروح، لازم تروح وتمشي امورك معاهم وتحضر الفرح وتعمل زفه، اهلها ممكن يعملوا لنا فضيحه يا ابني. قلت ايه يا عريس الغفله؟ حاضر يا بابا، حاضر. واسمع انا بقولك اهو، لو سمعت انك شربت خمره تاني هقطع رقبتك، انا مش همشي وراك، الم لك الفوارغ. خلاص بقى يا عبد العزيز. بس بقى بس، اسكت انت رخره، ما هو تربيتك. مش عارف الله يا رب الاقيها منين ولا منين، مشاكل عماله تتراكم فوق دماغي، عدد المصنع اللي باظت، وابنك يا ست هانم، ابنك، وحل مجلس الشعب، والانتخابات اللي جايه، والهريه اللي فيها، اعمل ايه بس يا ربي؟ يا الله، معقوله؟ معقوله اخوك حازم يبيع محصول الفواكه من غير مزاد؟ اهو اتزنق بقى يا شيخ توفيق، لكن لو كان جاني ولا بعت لي كنت فكيت زنقته ولا اشتريت منه محصوله كله، انما لف من وراي وباع للتجار علشان يبور محصولي، او السجر كله حامل ومش مالك اجيب انفار يجمعوا المحصول لما نصه راح على الارض. اخص اخص على كده. ايه طب وليه ما جابش انفار من البلاد اللي حوالين؟ ايه هو داير باللوري يلف في البلاد يجمع انفار، لكن حلني بقى. هيجيب منين 30 40 نفر جمع علشان يلحقوا بقيه المحصول؟ لا وكمان حازم بيه مكوش على كل الانفار وبيديهم يوميات مخلاهم لابدين في ارضه على طول. ايوه غشيم ومتعافي بقى، مال جالهم السمك. لا حول ولا قوه الا بالله، قطع العند وسنينه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. جبت انفار يا عم موجود؟ والله يا عم الحاج انا لفيت العزب والكفور كلها لحد متى مسلم. انت من الاخر جبت انفار؟ لا. طب والعمل؟ العمل عمل ربنا يا حاج، ما تشيلش هم. مشيلش هم ازاي يا بني ادم؟ اصلا وانا راجع لقيت يجي 30 40 نفر بيجمعوا في المحصول. ايه؟ عندنا في الجنينه. ازاي؟ منين دول؟ من عند حازم بيه. بتقول ايه؟ مغرز تاني ده من حازم؟ لا يا حاج مش مغرز ولا حاجه، ده حتى حازم بيه اجر اللواري على حسابه، وانا سايب العمال بيحملوا المحصول ومعاهم المهندس فوزي كمان. يعني ايه؟
عايز ياخد محصولي كمان يبيعه رخم. هي دي معقوله؟ استجري ده كان يروح في داهيه. طب وراس الحاجه نبحهم. اخلص يا ولا لما اعرف ايه العباره. حازم بيه يا عم الحاج قصده بحركه الجدعانه دي انه ينقذ محصولنا كله قبل ما يتلف على الصدى. طب والله كتر الف خيره. حازم يعمل كده؟ صدقش. لا صدق يا حاج، ده اكتر من كده كمان. ده اتصل بالتليفون بثلاثه من التجار وفهم كل واحد منهم انك عايز تبيع للتاني، وفهم التاني انك عايز تبيع للاولاني، وجوم التجار الثلاثه على ملا وشهم، وكل واحد شايل فلوسه في عبه وعايز يشتري المحصول الاول. ومش كده وبس، ده قال لي انهض يا عم موجود، روح لاخويا الحاج خليه يقابل التجار ويبيع للي يعجبه منهم. حاج عمل كده؟ ايوه يا حاج، والتجار ملزوقين هناك في الارض مستنيينك تروح لهم. انا مش مصدق وداني. قوم قوم روح يا قاسم، ما تضيعش الوقت. قوم. ايوه يا حاج، وانا هجهز لك الركوبه حالا. اسكت انت خالص، ركوبه ايه دي؟ انا معايا نص نقل بره اهي. الله، لا لا لا، انا مش هصدق الا لما اشوف بعيني. بالاذن يا شيخ توفيق. اتفضل يا اسيب يا ابني. وانا كل ما اتكلم يسكتوني. بلدنا دي بتشتهر بحاجتين، الرز المعمر واسكت انت. عيب يا حاج قاسم، انا طول عمري بتعامل معاك من ايام ما كان المرحوم عايش. يا سيدي كل عصر وله اوان، هشيل كله ب 12000 جنيه. استبنى يا حاج 12000؟ ده ما يجيبش تمن جمعه. عليا 13. طب والله ما يلزم حد غير يا حاج 15. انا اكبر تاجر في سوق الجمله، وعبت ضربوني يا معلمين. الجنيه دي انا اولى بيها. 15.5. 16000. 17 يا حاج. بجد يعني ايه دي؟ ايوه، بعد ما كان المحصول كله هيخلف على الشجر، سحازم به جمع وجاب الرجاله واربع قنبلات روري وحملوه في يوم واحد. يعني طايح ابويا الحاج بقى 20000؟ 20000 ايه؟ ده يطلع ب 25000 جنيه. ايه؟ ال 25000 جنيه دول يعني ايزي؟ يطلع فيهم كام 10؟ 10 ايه؟ اسكتي يا بنت الضعيفة، اسكتي بلاش فضايح. ايه؟ يا نوما عمالين يسكتوكوا جاي سكتنا دي؟ سكتوا مين يا بنت المظلومة؟ أما يما في ايه يا بنت؟ شفتي يما عم حازم عمل ايه؟ بقى لأبويا المحصول ب 25000. وإيه يعني؟ ما أبوكي كمان ما خلصوش، لأن بنتهم تاعية بعت لهم أخوكي على طول عشان يلحق. أمال ليه بقى أبويا مانعنا نخالطهم أو نكلمهم خالص؟ بقول لك إيه؟ ما لنا صالح في اللي بيعمله أبوك. يلا روح انشر الغسيل قبل ما يكمل. دي ساعة. الله الله الله، اللهم صل على كامل النور. ده جنة رضوان، ده الدوار حدانة ولا الزريبة بالنسبة لي. معقولة في الدنيا حاجات زي كده واحنا مش دريانين؟ يا لهو بالي يا أولاد. الريحة الحلوة دي، الله 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 الله. بلاش هنا كيف ما بيلحسن فيها بلاوي. خير يا عنيزي؟ خير خير يا سعادة الباشا. اقعد. ما يصحش يا سعادة الباشا. اقعد يا راجل، اقعد على الكرسي مش على الارض. ما كده حلو، الكرسي يتوسخ. قلت لك اقعد على الكرسي يا بني ادم. ما بلاش، انا عارف نفسي. حاضر حاضر يا سعاده الباشا. ايه
الله يكرم عقلك، ده انت مصيبه. اتفضل. يزيد فضلك. لا ملوش لازمه، ده انا كنت جاي اقول كلمه بس لسعاده الباشا وامشي. بلاش الشاي يا نزي، الشاي انا بيعملوه خفيف مش هيجي على مزاجك. كل الطرد. طرد جاتو يا نزي جاتو. يعني هو كان فهم الاولانيه لما هيفهم الثانيه. بسطه يا نزي بسطه. بسطه ايوه البسطه اللي عندي الحلواني بتاع البندر. الله ينور عليك. الله الله ايه الجمال ده. العون الشوكه اهي. لا بلاش الشوكه احسن بتجري مع الاكل. شوكه ايه بس؟ شوكه ايه بس يا زهره؟ سيبيه ياكل براحته. حاضر يلا. قولي بقى يا نزي، ايه سبب الخطوه العزيزه دي؟ الله، قمت ليه تاني يا راجل؟ ما ينفعش اكلم حضرتك وانا قاعد. اقعد اقعد، البيت بيتك اقعد. لا البيت بيتي. انت عايز تموتنا يا سعاده الباشا؟ يا راجل حد جاب سيره الموت؟ ما هو البيت ده جنه، لو هيبقى بيتي انت بالك هيبقى جنه، فلازم اموت عشان اخدش الجنه دي. الله يخيبك. اقعد اقعد. ما قلتليش بقى ايه سبب الزياره المفاجاه دي؟ لا ابدا يا سعاده الباشا، هو الحاج قاسم كان بعتني عشان اتشكر لك في اللي عملته في حكايه محصول جنينه الفواكه. اه سفير فوق العاده يعني. العفو يا سيدي. بس شوف يا عنيزي، انا كل اللي عملته ده عشان خاطر صبري بس، مش عشان خاطره، وعشان ما هو داير يشتكي لي للناس اني مخسر الانفار عليه واخرته في جني المحصول. كده بقى نبقى خالصين، لا شكر ولا فضل. برضو يا باشا يعني اللي انت عملته خلى الحاج قاسم طاير من الفرح. ربنا يقرب ما بينكم ويبعد عنكم الشيطان السوء. معلش يا عنيزي، انا كان نفسي اقعد معاك اكتر من كده، بس مستني تليفون من ولادي في المنصوره، وبعد كده عندي شويه شغل. ربنا يرجعهم لك بالسلام. ده حتى كمان سيد الدكتور صبري في المنصورة من امبارح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غريبة، صبري في المنصورة من امبارح. متوعدين دول ولا ايه؟ مين دول اللي متوعدين يا حازم؟ ابدا، اصلي عرفت ان صبري ابن قاسم سافر المنصورة، استغربت. زي ما يكون متواعد هو وداليا وعاطف. ما يمكن يكون سافر صدفة أو لأي سبب تاني. ما أعرفش، بس أنا ملاحظ إن صبري ابتدى يزورنا كتير اليومين دول، بحجة إنه جاي يطمن على داليا ويتابع علاجها. طب ودي فيها إيه؟ ما هو لازم يباشر حالتها الصحية. إيه بس ما لاحظتيش اهتمامه المبالغ فيه بيها؟ ده بيقيسلها الضغط 4 مرات في اليوم، وكل مرة يجي وفي إيده حزمة ورد. ما عايزه يعني يجيب لها حزمة جرجير؟ أنا أقصد إنه ابتدى يهتم بيها، ينشغل بيها، وهي كمان ابتدت تنشغل بيه. دي بتمسك فيه كل ما يجي يقوم ماشي. وماله؟ طب ده صبري ده شاب محترم جدا، وعنده رجولة وأخلاقه عالية. وبعدين خلاص ده هيتخرج السنة الجاية ويبقى دكتور، وما هواش غريب. الله جري يا سالي، الموضوع ده احنا حسمناه خالص. لا يمكن أبدا أسمح بعلاقة حب بين بنتي وبين ابن قاسم ده أبدا. وافرض بقى إن بنتك معجبة بيه وما عندهاش مانع انها تتجوزه. انا عندي 1000 مانع. دي حرية شخصية يا حازم. الا في دي بقى. خلاص ما علينا، عنيزي كان عايزك فيه. قاسم يا ستي، قاسم كان بعته عشان يشكرني على اللي عملته في انقاذ محصوله. فهمت ان انا عملت كل ده عشان ارد جميل ابنه للي عمله مع بنتي. كده بقى يبقى احنا خالصين. خالصين؟ ياه اتغيرت قوي يا حازم، عندك مع اخوك غيرك قوي. قال لك خلصين؟ ايوه يا عم الحاج. وده يقصد ايه بقى؟ اكملني يعني. سيد الدكتور صبري راح يسعد بنته لما اتسممت، قال ايه؟
جميلة قصاد جميلة. برضك كلامه هايف. هو مين ده يا؟ عمك زفت الطيب. ما تقولش عليه كده يا، مش كتر خيره اني نجدنا وخلاك بعت محصول الجنينة ب25,000. ما هو ده اللي محيرني. ما بيعمل الكحك بيرش عليه بدل السكر شطة. ولا ايه يا عم الحاج الفيلا اللي قاعدين فيه؟ الفيلا حاجة تخبل. يا لهو بقى ليه؟ ولا قصر السلطان عبد الحميد؟ مين عبد الحميد ده؟ خلاص بقى يا عبيد. اتفضل يا. انا صح يا. هو المناخلي بقى له مدة بيجيش الكفر ليه؟ المناخلي؟ ربنا ما يحكم على حد. ده مديون من رجليه لطبة راسه. وكمان مكان المصنع تلف في المخزن. وانت ايش عرفك يا؟ وفي حاجة بتستخبى يا بدري. ايه وربنا على الظالم. لا وهي حاجة. انا سمعت ان مجلس الشعب قفل. يعني لا هيبقى نايب ولا نايبة. مش دراك يا ولد. الناس كانت بتتكلم على القهوة لما رحت اجيب الجورنال. والعمدة الشيخ متولي شال الغفير اللي كان بيحرس في الليتو. طب يلا يا بدرية عشان تستقري لي الجورنال. حاضر ياب. هو فين يا عماد؟ عماد؟ عماد مين يا بيت؟ قصدي عنيزي. اصل حكاية المناخلية دي خليت نسرح. قلت هم مناخلية مسلينهم. الجورنال في قطة الحاج من ساعة ما كنت بروقها يا ست البنات. ايوه حجمه حاد. استنى استنى. بقى العم شايل غفير اللي على فيلة المناخلي. ايوه عم الحاج. طبعا ما هو عم ده محلاس. وعلى رأي المثل اللي ما تخافش منه ما تسألش عنه. ايوه والله يا عم الحاج. او المناخلي دي اللي كان شادد ظهره اتوجس. وحكايته مع الصول بتاع المركز بقت لبنى فوق الناس. الدور الباقي على حزم اخويا. ما نشوف هيعمل ايه بعد وكسة المناخلي. سمعت قبل كده عن المنصور لكن اول مره اجيها. ايه رايك فيها انت؟ والله ظريف. على فكرة هي عمرها ما كانت ظريفة وجميلة إلا النهاردة. اشمعنى يعني؟ علشان انت فيها. ثانكس. ده من ذوقك بس. دي مش مجاملة صدقيني. أنا عمري ما حسيت إني بحب المنصورة قد النهاردة. كنتش أعرف إنها جميلة بالشكل ده. أنا كمان سعيدة النهاردة بوجودك معانا. صحيح داليا؟ ما تعودتش أقول كلام أنا مش حاسة بيه. تسلمي لي يا بنت عم. داليا فاكره لما كلمت عاطف بخصوص طريقتك في اللبس؟ طبعا فاكره جدا. ولعلمك بقى نزلت منك قوي وكرهتك كمان. غصب عني. انا لما شفتك واقفه مع عماد ابن المناخلي واد الدلوعه ده وانت بتركبي معاه الخيل دمي غلي. كنت عايز اروح امسح بيه الارض. ليه بس؟ انا مفيش حاجه ما بيني وما بينه. من ناحيتك انت جايز، لكن من ناحيته هو ما تعرفيش. ده واد خايب ومراهق وبيجري ورا كل بنت شويه. انت اللي باين عليك غير قوي بالنسبه لك انت. كل ده عشان بنت عمك؟ لا، عشان حبيتك من اول يوم، من اول لحظة. يا ريتك ما كنتش بنت عمي. كنت عملت ايه؟ كنت اتقدمت لك. طب اخد بالك احنا اهلينا محرمين على بعض. اهلي واهلك استحالة هيوافقوا. انت ما تفكرش فيها. انا شخصيا ما يهمنيش. انت لو وافقتي انا مستعد اهد اي صور. لكن انا برضو يهمني رأي بابا. امر لله والعمي بقى. شوف يا صبري، انا رايي فيك انك انسان كويس قوي. واذا كان على الجواز انا مش هلاقي ولا بشهامتك ولا باخلاقك ولا بحنيه قلبك. لكن انا فاضل لسه سنه على الكليه. وانا كمان فاضل لي سنه. خلاص يبقى احنا نعدي ان شاء الله السنه دي على خير. وبعد كده مين عارف، مش يمكن بابا وعمي يتصالحوا. افرضي عمي غصب عليك تتجوزي واحد تاني، او حتى مثلا رايك اتغير فيا. نو واي. انا بابا لا يمكن يغصبني على حد انا مش عايزاه. وبعدين انا مش هوائيه ولا هاخد مشاعري ولا هغير رايي. واو. واو. ايه ده صبري؟ مش عيب؟ مش عيب عليك اللي انت عملته ده؟ عاطف، انا هشرح لك كل حاجه يا عاطف. تشرح ايه يا اخي وتهبب ايه؟
تصوري يا داليا، تصوري الاستاذ لما عمل نفسه انه رايح الحمام اتريك رايح يدفع الحساب من ورايا. لا يعني هو ما فيش فرق بيننا يا عاطف، ما فيش حاجه يعني، ما حصلش حاجه. ايوه بس انا اللي عازمك يا بني ادم. يا عاطف هو انا ايه وانت ايه؟ صح دي عندك حق، انت غلبتني. بقول لكم ايه، ما يلا بينا بقى، ولا عجبتكم القعده هنا يعني؟ هي من ناحيه عجبتنا فهي عجبتنا، ولا يا بنت عم؟ تمام يا ابن عم، بس احنا عوقنا يعني ممكن. طب يلا بينا. يلا وقد صرح وزير الداخلية بأن الانتخابات المقبلة المقبلة سوف تقوم على نظام الانتخاب المباشر، وبشرط أن تتوافر الأهلية اللازمة للمرشحين حسب القانون. الأهلية يعني إيه؟ الأهلية دي يعني النفر كله أهلي، يعني عيلة وعزوة. لا يا الأهلية دي يعني الصفات اللي تأهله للترشيح، يعني ما يبقاش من بتوع الإجراء والصية ويكون متعلم أو يكون بيعرف يقرا. لا ما نط دي بقى، نط دي وقرينا أخبار أسعار القطن. يا ماني فريت الجورنال كله، ما فيش حاجة عن أسعار القطن. فريت الجورنال؟ أنت بقيت بتقري الجورنال زي الليبلي دلوقتي يا بدرية؟ ما شاء الله ما شاء الله، إيه الحلاوة دي يا بنتي يا بدرية؟ ما هو البركة في المحروس صبري. قولي لي يا بدري، وقت يعني تقدري تعلميني القراءة والكتابة كده في قد إيه يعني؟ لو عندك نية ورغبة يابا ممكن في شهرين بالكتير. جرايه يا حاج، لو أنت لسه هتتعلم القراءة والكتابة. قولي لا، أنا أصلي نويت أخش الانتخابات. صح يابا؟ إيه ماما؟ روح أولى بلحم طور. الكفر ده اتنشع على اسم جدي، نسيبها للغره.